وبمناسبة ذكرى ميلاد الكاتب السعودي الكبير عبد الرحمن منيف، مراجعتنا لليوم هتكون من نصيب رواية شرق المتوسط، واللي بتعتبر واحدة من الأعمال البارزة والمهمة في تاريخ الأدب العربي المعاصر. الرواية بتناقش قضايا متنوعة متعلقة بالسياسة والاقتصاد والهوية الوطنية في العالم العربي، وعكست تأثير التحولات العالمية والإقليمية على الدول والشعوب والفرد. وأحداث الرواية بتدور حوالين مجموعة من الشخصيات بتعيش في إحدى دول شرق المتوسط، وبتتناول العلاقات بين هؤلاء الشخصيات وتأثير السياسة والاقتصاد على حياتهم اليومية. كمان الرواية نقشت بشكل مميز الصراع ما بين القيم العربية التقليدية والعولمة، ونقلت صورة حية وواقعية عن حياة الناس في دول شرق المتوسط. ميز اسلوب الكاتب عبد الرحمن منيف بالواقعية والوضوح والسرد القوي، وعكست الرواية مهارته في تناول قضايا معقدة باسلوب مشوق ومؤثر. وتناول الكاتب في الرواية موضوعات حساسة زي الفساد السياسي والاقتصادي والانقسامات الطائفية والعرقية والعلاقات الأسرية بشكل صادق وجريء. وعلى الرغم من أن الرواية ناقشت قضايا ثقيلة ومعقدة، إلا أنها تميزت بلغة سهلة وجذابة خلت القارئ يستمتع بقراءتها من البداية إلى النهاية. وبتعتبر رواية شرق المتوسط مصدر سري لفهم التحولات الاجتماعية والسياسية في العالم العربي، وقدرت أنها تجسد موهبة عبد الرحمن منيف ونظرته الحادة للواقع العربي.